نبلش نحب نبلش في المحاضرة ولا بشرح تحليل الكويز؟ سامعيني يا جماعة الخير؟ اه دكتور سامعك طيب طيب لعد نعطي مادة مادة محاضرة اليوم بريفلي ونتابع في حل الكويز الماضي واللي قبله الآن بالنسبة للكلاسيفيكيشن تيست اللي موجودين معاي اليوم راح نتكلم عن الكلاسيفيكيشن تيست للانساتوريشن يعني السيستمز اللي زي الالكين والالكاين وفي اول تيست راح ناخذ البرومين سي سي ال4 الان وجود هذا السيستم اللي هو الالكين مع البي ار2 اللي موجود بالسي سي ال4 الان راح يصير عندي تفاعل تفاعل اديشن هذا السوليوشن اللي هو البي ار2 اللي موجود بالسي سي ال4 بيعطيني خلينا اقول ريد تو براون كلر او درجه من درجاتهم ها اذا اختفى اللون معنى هذا انه صار عندي تفاعل وصار عندي اديشن وتكون عندي الداي برومو الكان. صار عندي تفاعل اديشن فعلامه اختفاء اللون دليل على حدوث تفاعل وانه موجود عندك الكين في الانون اللي موجود معك And similarly, لو أضفت هذا السيستم لألكاين راح في البداية يتكون عندي الـ تو داي برومو الكين مول ثاني بيتكون عندي اللي هو هذا التترا سبستيتيوتد الكان صار عندي تفاعل اديشن مرتين اول مره على الالكاين حولي لالكين والمره الثانيه حولي على هذا الساتوريتد سيستم علامه حدوث التفاعل اذا اختفاء اللون فالبوزيتيف تيست انه البرومين كلر ديسشارج without evolution of gas ما بطلع عندي HBR الالكين والالكاين جيف بوزيتيف ريزلت الان اذا طلع عندي اتش بي ار اذا شفت غاز بتصاعد عندك معنى هذا ممكن يكون عندك إنول او فينول اند uh, in, 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 inolizable كومباوند يعني اللي موجود اذا شفت انه بتصاعد غاز من التفاعل لما اضفت هذا البي ار 2 سي سي ال 4 معنى هذا ممكن يكون عندك إنول سيستم او فينول سيستم او اي inolizable كومباوند هذا بالنسبه للتست الاول، التست الثاني يعرف باسم باير تيست هذا الـ KMNO4 بنستخدمه هذا لونه بيربل اذا كان عندي ألكين يوجد هذا الـ KMNO4، هذا الـ KMNO4 هو عباره عن اكسيديايزنج ايجنت بحول لي هذا الالكين لـ 1 2 دايول بيطلع لي الـ MNO2 هذا اللون البيربل الاحظ انه الاكسديشن ستيت في هذا الكي ام ان او 4 اللي لونه بيربل الاكسديشن ستيت للام ان فيه بلس 7 انه عندي الاكسجين ناقص 2 في 4 ناقص 8 زائد 1 للكي فبلس 7 الاحظ انه هون عندي 2 في ناقص 2 للاكسجين ناقص 4 يبقى الام ان زائد 4 في الاكسديشن ستيت للام ان من زائد 7 نزلت لزائد 4 بمعنى انه صار له ريدكشن اختزل وتاكسد هذا الالكين وحول لي ال1 2 ديول ايش علامه حدوث تفاعل انه هذا الأمنوتول لون براون فاللون البيربل اللي عندك راح يطلع على شكل براون وراح تشوف عندك الان انه السوليوشن صار في بعض خلينا اقول الرواسب اللي لونها بني الالكاين نفس الشيء لما تتعاملوا مع البوتاسيوم بيرمنجانيت اللي لونه بيربل راح ياكسد لي هذا الالكاين ل اسيد سولت ويعطيني الام ان او 2 ترسبها وتكون هذا اللون البني دليل على حدوث التفاعل اذا البوزيتيف تيست بيربل discharge اند براون كلر precipitate للام ان او أبيرس. يختفي اللون البنفسجي ويظهر عندي اللون البني مع ملاحظه انه الالدهايدز بعض الكحول also give positive result مع هذا السيستم الآن راح نيجي لل tests for amines والamines already مر معي لما شرحت الكحولات تيست خاصة بالهيدروجين تحت الكحول قلت ممكن اني افعلها مع الصوديوم وقلت انه فترتها الأمينز بتعطيني ايضا بوزيتيف تيست مع الصوديوم فلما تفاعل البرايمري والسكندري أمينز مع هذا الصوديوم راح يعطيني الان تفاعل بتلاحظ فيه ايفوليوشن للهيدروجين غاز راح تلاحظ انه يطلع عندي غاز الهيدروجين لان التيرشري امين ما بتتفاعل لانه ما فيها اكتيف هيدروجين فاذا هذا من خلاله تقدر تميز برايمري سكندري عن تيرشري امينز وبنفس الوقت هو علامه يعني الان مميزه للامينز بس زي ما ذكرت سابقا انه الكحولات بتعطيني بوزيتيف تيست مع الصوديوم ايضا ممكن ايضا اني افعله مع الاسيتيل كلورايد هذا الامينز البرايمري والسكندري فالبرايمري اند سكندري امايز react with اسيتيل كلورايد هذا الاسيتيل كلورايد تو produce امايد تنتج لي الامايد عاده بيكون في عندي راسب لكن العلامه المهمه الاحظ انه بيطلع عندي ال سي ال جاز <applause> انوه الى انه ايضا الكحولات تعطيني بوزيتيف ريزالت بتتفاعل مع الاسيد كلورايد والتفاعل بيكون اكسوثيرميك فبتلاحظ انه بيصير عني الفيزل تاع التفاعل صار دافي شوي الان التيرشري امين مع هذا السيستم فقط تعطيني هيت ما بيطلع غاز لا التست ال التيست الثاني وهذا من اشهر التيست اللي هو الهنزبيرك تيست الهينزبرغ تيست ممكن طبعا انك من خلاله تميز البرايمري عن السكندري عن التيرشري اماينز لما تتاكد انه اللي موجود عندك اماين وما ننسى انه النيتروجين ذكرنا في المحاضره الاولى ممكن من الصوديوم فيوجن تيست تتاكد انه في عندك نيتروجين ولا لا وبالتالي تقدر تفحص بعدها بعد ما تتاكد من وجود النيتروجين انه هذا النيتروجين بيلونج تو اماين ولا بيلونج تو سي ان مثلا ولا لان او 2 جروب وبعدين بعد ما تروح هذا ممكن سهل من السوليوبيليتي يعني وبعد ما تتاكد اللي عندك امين تقدر تعمل واحده من هذول التست اما مع الصوديوم او زي ما ذكرت قبل شوي مع الاسيتيل كلورايد او مع الهنزبرغ تيست ايش هو الهنزبيرك؟ الهنزبيرك اللي هو بتفاعل فيه هذا الامين مع البنزين صلفونيل كلورايد بنزيل صلفونيل كلورايد لان هذا الامايل ممكن يكون برايمري سكندري او تيرشري كيف تميز بيناتهم البرايمري اذا بتضيف له هذا الهينزبرغ رياجنت البنزيل صلفوني الكلورايد في هذا البيسك ميديم راح يعطي لي هذا السوليبل سولت مجرد ما تضيفه راح يكون لي سوليبل سولت الان اذا عملت اسيديفيكيشن لهذا السولت راح يعطيني انسوليبل كومباوند فاذا اضافه البنزين صلفانيل الكلورايد للبرايمري بتكون لي سليبل سولت مجرد ما تعمل له اسيديفيكيشن الان راح يصير انسليبل ينزل على شكل راسب بينما السكندري مباشره يكون لي راسب وهذا اللي راح نشوفه في المعادله الثانيه انه اذا كان عند سكندري امين مع البنزين صلفانيل الكلورايد في البيسك ميديم مباشره بتكون عندي انسليبل هذا برودكت الان التيرشري امين ما بيصير فيها تفاعل او بالاحرى انه راح يعطيني هذا السولت في البدايه لما ضيف عليه البيس راح يعطيني تو تايبز اوف برودكت بالنسبه لك راح تشوف انه وكانه ما صار عندي الان انه تفاعل راح يعطيني هذا السليبل سولت وهذا الانسوليبل أمين تعمل له اسيديفيكيشن راح يعطيني هذا السليبل سولت اذا كيف تميزهم عن بعض اعيدهم مره ثانيه البرايمري مباشره بس تضيفه بتكون عندي سوليبل بالبرودكت اسيديفيكيشن بيعطيني انسوليبل الان السكندري مع البنزين صلفونيل الكلورايد الان مباشره يعطيني انسوليبل برودكت يعمل له اسيديفيكيشن يعطيني نو رياكشن التيرشري زي ما ذكرت الان لاحظ ما في عندي آه هذا اكتف هيدروجين فمباشره راح يعطيني هذا السولت ضيف فيها ضيف في لها ان او اتش بيعطيني تو برودكت عاد سوليبل واحد انسوليبل بالاتش سي ال هذا اوريدي سوليبل بالHCL ال راح يكون لي كوارتيرنري امونيوم سولت وراح تلاقي ذوب مره ثانيه الآن نوه لمجموعة من الملاحظات

اعتمد عليها لوحدها في عمليه تصنيف الامينات لانه احيانا السليوبيليتي للاوريجينال كومباوند باخذها في عين الاعتبار ممكن المركب اللي عندك بالاصل هو انسليبل تروح تعمل التفاعل واذا طلع عندي الان انه انسليبل مباشره بتقول انه اللي عندك هو سكندري امين وممكن يكون برايمري بس هو بالاصل السليوبيليتي تاعته يعني الان انه قليله جدا او تلاقيه بالاصل هو انسليبل بالميديم اللي عندك الامر الثالث if the original compound is amphoteric which means that it is soluble in both acidic and alkali the hensbury method fails to distinguish among the type of amine اذا كان عندي آ, بالاصل مادتك ممكن تذوب في اسيدك ميديوم او في بيسك ميديوم صعب انك تميز ما بين آ, انواع الأميني الاماينز ولذلك آ, ذكرت في اول نقطه انه او في النقطه الثانيه انه ما لازم تعتمد على هذا التست لوحده في تمييز لا الان التست اللي راح نتكلم عنه ايضا اليوم اللي هو للاروماتيك هيدروكاربونز بدك تعتمد على التست الاول اللي هو الفيومينج سلفرك اسيد الاروماتيك كومباوند ان جنرال لما تستخدم آه يعني الان إذا ذوبها في هذا الصلفاريك اسيد راح تلاحظ عندي انه بتذوب وبيصير عندي ايفوليوشن اوف هيت عمليه ذوبانها والايفوليوشن للهيت هذا انديكيشن انه عندك اروماتيك سيستم التست الثاني اللي ممكن تستخدمه لل اروماتيك هيدروكربونز انك بتفاعلها مع الازوكسي بنزين والالمنيوم كلورايد هذا راح يتكون عندي هذا الكومبلكس وهذا بيعطيني بريسبيتيت او ان السوليوشن بيصير يعني الان ملون بسبب الكونجوجيشن اللي موجود في هذا السيستم اذا علامه تكون راسب او انه بيصير عندي السوليوشن ملون نتيجة الكونجوجيشن اللي في هذا السيستم دليل على انه عندك اروماتيك سيستم والتست الاخير هذا اوريدي مر معكم سابقا انه الاروماتيك كومباوند مع كلوروفورم والاي ال سي ال 3 راح تكون لي التيرشري كاربو كاتايون وهذا الكاتيون بسبب الكونجوجيشن اللي فيه آه راح يظهر ملون عالمية يعني الان ظهور هذه الالوان علامه على انه موجود عندك اروماتيك سيستم، طبعا في بعض الاروماتيك سيستم راح ناخذ لها تيست ثانيه خاصه فيها مثل الفينولز راح ناخذ عندهم تفاعلهم مع الاف اي سي ال 3 فور اكزامبل ولكن هذا لاحقا لما نتكلم عن الفينولز ان شاء الله تعالى. لان هذا ما يتعلق في التيست تبعون اليوم بس هذا اخر شيء يعني الان مثال على هذا التفاعل تكون هذا الكربوكاتيون التيرشري ار الكربوكاتيون انه فور اكزامبل هذا البايفينيل بيعطيني اللون بيربل بيربل والبايفينيل اعرف انه اروماتيك سيستم ها الفينانثرين لون بيربل الانثراسين بيعطيني جرين كلر لاحظ النفثالينز بالعاده هيك بيكون لونها ها بيربل وعندي هذا البنزين والارل هيلايت بالعاده بتعطيني هذا الكلام هذا هذا الراسب اه هذا مع سي اتش سي ال 3 بالاي ال سي ال 3 اذا هذا التيست مميز للاروماتيك هيدروكاربونز ولكن الالوان بتختلف من مركب لمركب هذا فيما يخص الان انه التيست تبعون الفانكشنال جروب اللي اليوم في المحاضره القادمه راح نلتقي مع مجموعه اخرى من التيست ولكن خلينا نروح لحل الكويز زي ما طلبت في المحاضرة الماضية في حد عنده أي سؤال قبل ما أبلش بالكويز حد عنده أي سؤال قبل ما أبلش بالكويز آه يا جماعة الخير في حد عنده أي سؤال قبل ما أبلش بحل الكويز؟ لا دكتور طيب أنا هذا أعمل ستوب ريكوردينج